ينضم إلينا الآن أيضا مشاهدي الكرام سيادة السفير السيد أمين شلبي المدير التنفيذي للمجلس المصري للشؤون الخارجية سابقا. سيادة السفير، بعد التحية، تعليقك على كل المجهودات التي يقوم بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. يعني بالأمس كان هناك حديث عن هذه القضية، اليوم أيضا هناك حديث، نرى على الشاشة لقاءه بالرئيس الفرنسي مانويل ماكرون بمشاركة ملك الأردن عن القضية الفلسطينية، بالإضافة أيضا لما تقوم به مصر من فتح معبر رفح، من استقبال للمصابين، من فتح مستشفيات حتى يتم استقبال المصابين وتلقي العلاج اللازم. الحقيقة أن زيارة الرئيس السيسي وحضوره ودعوته للقمتين الأمس واليوم هو حقيقة الأمر متابعة وربما تتويج لجهود مصر على مدى السنوات الماضية، سواء فيما يتعلق بموضوعي القمتين السودان وإفريقيا، فيما يتعلق بالسودان من أول لحظة ومصر بتدعم وتساعد وتساند المرحلة الانتقالية التي تمر بها السودان منذ ثورة ديسمبر الماضي، بتدعمها سياسيا ومن كل النواحي ولذلك فإن قراءة خطاب الرئيس أمس في قمة السودان فيه الكثير مما يوحي بالتأكيد سيادة السفير أن ما يعني ما صرح به الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة المتعلقة بالسودان أو أيضا ما سيصرح به اليوم في القمة المتعلقة بدعم الاقتصاديات الإفريقية، بالتأكيد أننا سنتطرق إليها لأنه موضوع هام بالتأكيد وهو موضوع اليوم، لكن أيضا الموضوع اللحظي هو اللقطات التي معنا الآن على الهواء مباشرة، لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون مع مشاركة ملك الأردن. هذه اللقطات كانت منذ قليل، لكن كان الحديث وهذا اللقاء هو عن القضية الفلسطينية وما يحدث للشعب الفلسطيني والانتهاكات التي يتعرض لها. تعليقك على كل هذه المجهودات، لأن أيضا الحديث عن القضية لم يكن اليوم فقط، لكنه اليوم وأمس ومنذ 9 أيام، وهناك حديث مصري عما يتعرض إليه الشعب الفلسطيني. فيما يتعلق بالأوضاع التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة، لعل أدق تعبير قاله أمس الوزير سامح شكري بقوله أن الأوضاع الفلسطينية وما يجري الآن في فلسطين سوف تتصدر مباحثات الرئيس السيسي مع الرئيس ماكرون. وطبعا مصر بتتحدث وراءها رصيد مشرف منذ أن بدأت على الأقل هذه الأزمة في دعم الشعب الفلسطيني سياسيا ومعنويا وطبيا، وجهودها الدبلوماسية من أول يوم فيما يتعلق بالحاجة إلى وقف ثوري لإطلاق النار، وبالتالي نرجوها لإطلاق العملية السياسية ونحو تحقيق الدولة الفلسطينية الذي هناك إجماع دولي أنه الحل الوحيد فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي. نعم، هذه اللقاءات وهذه يعني المناشدات بضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية، إلى أو متى سنرى على أرض الواقع وقف هذه الانتهاكات من وجهة نظرك؟ هذا هو النداء وهذا هو المتوقع من المجتمع الدولي، المجتمع الدولي اللي بيشهد على مدى التسع أيام الماضية ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من محنة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية. وإذا كان لأحداث غزة على مدى شيء، فهو أنه بيذكر
المجتمع الدولي بضرورة التحرك لبدء عملية سياسية متجهة وأساسها حل الدولتين، حول الدولتين. ومن حسن الحظ أن مفهوم حل الدولتين، مفهوم وصيغة حل الدولتين، بتحظى بتأييد كل القوى الرئيسية في العالم بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، وطبعا أوروبا وروسيا والصين. فهذا هو المفروض أن تكون هي المرحلة القادمة فيما بعد النجاح في تحقيق وقف لإطلاق النار. لكن المغزى الرئيسي أو ما يجب أن يكون أن يعمل عليه المجتمع الدولي هو الانتقال الجاد نحو عملية سياسية تؤدي في النهاية إلى تحقيق حل الدولتين. نعم سيادة السفير، أهمية الدعم الفرنسي فيما يتعلق بهذه القضية ما هو؟ فرنسا الحقيقة موقفها في مختلف عهودها متفهمة للقضية الفلسطينية، متفهمة له. ولعلنا نذكر أن الرئيس السابق هولاند قد دعا إلى مؤتمر دولي في الشهور الأخيرة من ولايته، وذلك حول القضية الفلسطينية. ولعل هذا أو نرجو أن يتجدد اليوم، أن يتجدد اليوم في الدعوة إلى مؤتمر دولي يثبت ويعيد تأكيد أسس وقواعد التي أقرتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن حول أسس تسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. فهذا إلى جانب طبعا تحريك الرباعية الدولية. الرباعية الدولية أنا بتصور أنها يجب أن تكون هي الآلية التي تدعو إلى مؤتمر دولي متفق عليه أساسه وهدفه هو إعادة تثبيت وتأكيد مبادئ الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، والتحرك نحو إنشاء وتأسيس والعمل بأساس حل الدولتين، وأيضا على أساس المبادرة العربية لعام 2002. المبادرة العربية بتتضمن كل الأسس الموضوعية والمتوازنة لتحقيق حل متوازن وعادل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني، ويضمن أيضا أن تعيش إسرائيل في بيئة طبيعية متعاونة. نعم، لكن أيضا سيادة السفير، يعني مما لا شك فيه إن من أكبر المشكلات أن أغلب الضحايا نتيجة لهذا العدوان الإسرائيلي هم من النساء والأطفال، إذن يعني لا دخل لهم على الإطلاق بأن يكون هناك عدوان عليهم يعني. لا معلش يعني أرجو تكرر السؤال تاني. نعم بذكر لحضرتك أن أغلب المصابين نتيجة لهذا العدوان الإسرائيلي هم من النساء والأطفال، إذن نتحدث عن جانب هو بعيد تماما عن يدخل في صراع. طبعا وهذا هو المشهد، وهذا هو المشهد، مشهد 58 طفل وسيدة وأكثر من هذا رجل مسن، الذي يجب أن يحرك ضمير المجتمع الدولي للتحرك نحو تسوية حقيقية يضمن السلام والأمن والعيش الكريم والمستقل للشعب الفلسطيني. هذا المشهد تحديدا يجب أن يظل على جميع قنوات ومشاهد التلفزيونات في العالم، لعله يحرك ضمير العالم ويحرك المجتمع الدولي نحو كما ذكرنا عمل جاد هذه المرة نحو الانطلاق إلى تسوية حقيقية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. نعم سيادة السفير، السيد أمين شلبي المدير التنفيذي للمجلس المصري للشؤون الخارجية سابقا، جزيل الشكر لحضرتك.